نذكر إخوان، يعني الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس ابن حوالة، وشو قال له؟ إذا رأيت الخلافة حلت أو نزلت ببيت المقدس فقد اقتربت إيش؟ الزلازل. يعني الخلافة تحل في بيت المقدس إمتى؟ قبل الزلازل. وحلول الخلافة يعني معناه أنه اقتربت الزلازل، اقتربت نحن نشوف الزلازل والبلابل والأمور العظام. وهي بدنا ننتبه، الزلازل والبلابل والأمور العظام شيء والملاحم شيء آخر. انتبهوا، الملاحم شو مالها؟ شيء آخر. الملاحم لما نيجي لأحاديث الملاحم راح نشوف الملاحم منتشرة قبل الخلافة وموجودة من قبل الخلافة وستستمر مع الخلافة وقليلا بعد الخلافة. وقليلا. لا يفيد هذا الحديث اقتران قيام الخلافة المهدية مع الزلازل والبلابل والأمور العظام، تكون مرتبطة مع بعض، مقترنة مع بعض. لا هي إذا قامت الخلافة هي تنقدر الزلازل والبلابل والأمور العظام. نعم. لا تجي مع بعض. مش مع بعض، مش مع بعض. دنت، شو معنى الدنت؟ اقترب. شو معناها؟ من الخلافة موجودة ولسه الزلازل مش موجودة، مظبوط، ولكن اقترب. قديش من ده مقدار القرب لا نعلم. شو بتفيدنا؟ بتفيدنا انه لحلول الخلافة الزلازل شو مالها؟ ما لها علاقة، الزلازل ما لها علاقة بالخلافة. هلا بعد ما تحل الخلافة شو بتبدأ؟ بتبدأ فترة الزلازل. شو في 40 سنة، 40 عام في عهد سيدنا عيسى عليه السلام؟ نعم. 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 هلا نيجي هون بالضبط، هلا نيجي لهون لشيء آخر يعني يلبس على الناس، كلمة القرب. كلمة إيش؟ القرب. لما نقول مثلا إنه وترونه بعيدا ونراه قريبا، مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال، أو لما على سبيل المثال أحد الأحاديث يتكلم عن مراحل معينة في الخلافة، انه حياة أمة الإسلام نبوة، بعدين شو بيجي عندك خلافة راشدة، بعدين حكم ايش؟ عاد، بعدين حكم جبري، بعدين خلافة على منهج النبوة. هلا إذا احنا على سبيل المثال في كنا إمتى؟ في وقت النبوة، وسمعنا هذا الحديث، بسألك يعني أنت انسى هلا أنت موجود بعد 1500 سنة، 1400 سنة. اعتبر حالك فين موجود؟ في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسمعت هذا الحديث. باجي بسألك قديش بتعتقد راح يكون في وقت عشان نشوف الحكم العاض والحكم الجبري؟ شو بتقول لي؟ يمكن 200 سنة، 300 سنة، مظبوط ولا لا؟ هذا التقدير البشري. التقدير البشري انه بيشوف الشغلات بايش؟ من منظور القرب. لما يكون في حديث يتكلم عن شيء بفكره بكره بده يصير. بفكره ايش؟ بكره بده يصير. ولكن الزمان، نذكر كمان مرة إخوة، أعطيكم مثال عشان نعرف معنى الزمان في الشرع من ناحية شرعية، من ناحية قرآنية. أول شيء نأخذ كلمة اليوم، كم يساوي اليوم في القرآن؟ ألف سنة من اليوم اللي أراد 50 ألف سنة، أو يوم العاد، أو يوم المعراج، او كمان اعطاني كمان يوم في القران، الله يجزيك الخير، يعني في ايام في القران. طيب كل يوم هو في شان، قديش مقدار اليوم؟ قديش يتغير عمر، يعني قديش وقت بتغير شيء في الكون؟ كل ثانية. كل جزء من مليار الثانيه بتغير شيء، مظبوط ولا لا؟ تسماه سبحانه وتعالى يوم. يعني قديش المقدار المتناهي في الصغر شو سماه سبحانه وتعالى؟ يوم. طيب ونسينا يوم الخلق، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، خلق الأرض، قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، مظبوط ولا لا؟ هذا شو بنسميه يوم الخلق؟ قديش مقدار يوم الخلق؟ 2500 مليون سنة، هذا يوم. فمعناه في يوم عندك 2500 مليون سنة، في عندك يوم 50,000 سنة، في عندك يوم 2000,000 سنة، في عندك يوم عادي 24 ساعة، في عندك يوم جزء بسيط من الثانية. نعم، مظبوط ولا لا؟ شو معناه؟
طب شو الفرق بين هاي وبين هاي وبين هاي وبين هاي وبين هاي الايام؟ اذا احنا بدنا نقيس عنا شو بنقول؟ في فرق، بس عند الله ما في، ما في فرق. يعني هذا الجزء المتناهي من الزمن مع ال 2500 مليون سنه عند الله ايش؟ نفس الشيء. فعند الله لازم نفس الشيء. فالله سبحانه وتعالى لما يتكلم يتكلم عن الأزمنة بطريقة هو يراها. يعني أعطيكم مثال، يعني لما نأتي لمرحلة نزول آدم إلى الأرض، لما أجى آدم ينزل الأرض، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا أنت الحكي في السماوات قبل ما ينزل الأرض، مباشرة سؤال أن تقولوا أيمتى؟ يوم القيامة. أيمتى يوم القيامة؟ يعني نزلوا على الأرض مر الزمن كله وقامت القيامة ودخلوا في يوم البعث والمعراج والحساب، وفين صاروا؟ أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. يعني أديش الله سبحانه وتعالى من فين انتقل زمنيا؟ انتقل زمنيا من الخطاب في السماوات إلى الخطاب عند الرجعة إلى السماوات. مضبوط ولا لا؟ شو معنى؟ معنى عند الله سبحانه وتعالى كل هاي الحياة شو مالها؟ ما انحسبتش، ما انحسبتش. كل الحياة اللي نزلناها ما انحسبت، ما في لها قيمة. أعطيكم مثال، لما نقول مالك يوم الدين، طب نسأل والدنيا أليست من ملك الله سبحانه وتعالى؟ أليست الدنيا من ملك الله؟ طيب ليش بذكرها سبحانه وتعالى قال مالك يوم الدين؟ لأنه في المقارنة، مقارنة في الأهمية ما بين الدنيا ويوم الدين، شو بصير في الدنيا؟ لا شيء، تسقط، تسقط الدنيا كلها. فيقول سبحانه وتعالى بيقفز عن الدنيا، شو بقول؟ مالك يوم الدين، بيقفز عن هاي الدنيا كلها. ما الدنيا ما في لها قيمة، في إيش؟ في المقارنة مع الآخرة. يعني بدكم تنتبهوا على شيء مهم في القرآن الكريم، أينما ذكرت البدايات ربطت بها إيش؟ النهايات. يعني لما الله سبحانه وتعالى يتكلم عن خلق السماوات والأرض دائما لاحظوا مباشرة فيها شو بتلاقي؟ ربط مع يوم القيامة والحساب والعقاب والعذاب والنهاية. دائما النهاية مربوطة مع إيش؟ مع البداية. لكن نقول إخواني لا يجوز لي كإنسان مسلم أني أنا أقول كون الحديث سبحانه وتعالى لما يقول اقتربت، شنو أجي أقول؟ 40 سنة ولا 30 سنة ولا 50 سنة؟ طب ما أدراني، ما أدراني. في حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن البرهة، برهة، البرهة صار الناس يحسبوها ويقول لك ها ما بين العائد الأول والعائد الثاني في برهة زمنية نقدر نسوي لها حسابات، حسبوها 40 سنة. طب من فين حسبناها باربعين سنة؟ لما تأخر شوي شو قالوا؟ قالوا البرهة 41 سنة. لما تأخر شوي شو قالوا؟ 42، بعدين 43، شو صاروا يزيدوا سنة سنة. ليه؟ لأنهم بدهم يفصلوا البرهة على إيش؟ على على مقدار يعني مصلحتهم على الواقع. أنا لا يجوز كإنسان مسلم أني أفصل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو قول الله عز وجل للشيء أنا بنظر فيه للدنيا. أنا بأخذ الحديث أو كلام الله كما هو، كما هو، بفسره كما هو. ما بقدر أني أنا أغير الكلام أو أحسبه بطريقتي، ما في عندي إمكانية. لكن أنا لا أستطيع أن أقول والله لما أقول أنه اقتربت أو دنت الزلازل أنه شو في معي؟ معي 40 سنة أو 50 سنة أو 20 سنة. بقول اقترب، أما مقدار القرب لا نعلمه، لأنه زي ما شفنا عند الله عز وجل البرهة والثانية واللحظة زي إيش؟ زي الزمن كله اللي إحنا عايشينه، ما في فرق عند الله عز وجل.